برقية شكر خاصة إلى شركاء تشاد في المجالات الفنية والمالية على دعمهم لإنعقاد الحوار الوطني الشامل السيادي اعتباراً للدعومات المتنوعة والمقدرة التي قدمها مختلف الشركاء في المجالات الفنية والمالية وأصدقاء تشاد من أجل تنظيم الحوار الوطني الشامل والسيادي اعتباراً للجهود الجبارة التي بذلها مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة لتشاد والمنظمات الدولية والشريكة لمساعدة دولتنا في هذه الفترة الانتقالية الحساسة. نحن المشاركون في الحوار الوطني الشامل والسيادي نتوجه باسم الشعب التشادي بأصدق عبارات الشكر إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين وأصدقاء تشاد لمساهمتهم في إنجاح الحوار الوطني الشامل والسيادي، ونقر لهم بالدور الحاسم في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتنظيم الحوار الحيوي لإعادة بناء تشاد. وأخيراً نناشدهم بالاستمرار في تقديم مساهمتهم المتنوعة لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري في فترة 24 شهراً كحد أقصى حرر في نجمينا بتاريخ 8 أكتوبر 2020. المشاركون